اسماعيل، عندنا غيابات كثيره جدا النهارده، وابرز هذه الغيابات طبعا من اللعيبه اللي تاركين فراغ كبير جدا الونش، وفي نفس الوقت برضو عندك دخل في القصه مصطفى شلبي بعد ما دخل فورمه كبيره جدا، هي جاله شرخ في رجله وجبس وحط رجله في الجبس. شايف غياب اكتر من لاعب، عبد الله جمعه، في عبد الشافي، في لعيبه كتيره جدا غايبه، شايف الغيابات دي تؤثر النهارده على الزمالك ولا الزمالك زمالك كابتن احمد؟ وفي ثلاثه في المنتخب طبعا، وانا بستغرب ازاي تلعب ماتشات وفي عندك منتخب بقالهم فتره كابتن، يعني بقالهم فتره في غيابات طبعا زي الونش وعبد الشافي، اصابات ودونجا دونجا مصاب مع ايقاف معرفش بقى ولا ايه. بس اعتقد ان الراجل تغلب على القصه دي بالتكتيك اللي هو عمله. احنا من فتره كابتن طارق احنا هنا في الاستوديو من حوالي 6 اسابيع كنا بنقول ان الراجل محتاج فتره طويله عشان التكتيك الفني اللي بيعمله يقدر لعيبه نادي الزمالك تهضم الطريقه، وده صحيح. واضح جدا من المباراه الاخرى، خصوصا المباراه اللي فاتت مع غزل المحله، من احسن الاشواط اللي لعبها نادي الزمالك من فتره كبيره جدا صحيح. كابتن احمد ككوره وكتحركات، بكوره ومن غير كوره، كضغط، بقالنا فتره الحمد لله ما فيش اهداف بتخش، يعني قدر ان هو يتلافى الجزء الدفاع اللي كنا احنا بننبه عليه دايما صحيح. الاخطاء قلت بشكل كبير، وفي نفس الوقت الجزء الهجومي اللعيبه هضمت الطريق، وهو بيعتمد دايما على بوزيشن 1 و 2 و 3، يعني في كل مكان هتلاقي ممكن واحد بيلعب فتوح، بيلعب باك ليفت، بيبدا باك ليفت وبعدين يطلع. انا عاجبني قوي استغلال الفتوحه جدا تجانا جدا في المركز كبيرة الجديد، لعيب كبير كابتن طارق، والولد بيأديه بشكل كويس، عنده وعي تكتيكي على اعلى مستوى صحيح. طبعا لعيب دولي ولعيب كبير ويقدر يلعب في اي مكان، بس هو استفاد اقصى استفاده في الحته اللي هو بيلعبه فيها لما احنا بنهاجم او معانا الكوره، لكن احنا ما معناش كوره بنلعب بالاربعه عادي. فما عندوش مشاكل في اللعيبه، ممكن نضاف اكتر من لعيب صغير ودي جراءه منه في توقيت يعني مهم بالنسبه لنادي الزمالك. مباراه صعبه النهارده بالنسبه لنا، لان مباراه الكاس دي احنا مهم جدا ان احنا نفرح جمهورنا صحيح. نفرح ادارتنا ببطوله، او ننهي الموسم ان شاء الله متصدرين بطوله زي الكاس ان شاء الله. النهارده يعني مهم الفوز صحيح. واعتقد ان اللعيبه عندها وصل لها الاحساس ده، خصوصا بعد فتره الهدوء الفتره اللي فاتت. جوه الملعب في تغييرات ممكن تحصل بس مش هتحس بيها قوي، لان هو كل لعيب عارف دوره الاولاني والتاني والتالت هيبقى ايه صحيح.